السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد وحبيبتي درس جديد إن شاء الله مسلسل دروس تعليم سوليد ووركس. درس النهاردة عايزين نتعلم إزاي نعمل ترم على البرنامج. هاجي فرونت بلان وأقول له سكتش، وهاجي أرسم حاجة بالمنظر ده كده، أقول له سكيب، وهاجي قائمة ترم فيها أربع أو خمس اختيارات أساسيين. تمام، طب اول حاجه اللي هي الباور تريم دي اللي شغالين بيها على طول. بمعنى ايه الباور تريم؟ باور تريم انا هنا لو دوست بره وامشي واسحب وانا دايس بالماوس كده، قطعت 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 قطعت، اجي هنا اقطع، اجي هنا اقطع، هنا اقطع، وهكذا. شلت ايديا كده خلاص، طلع لي الشكل اللي انا عايزه. ادوس تاني واقطع هنا كده، بدأ كده انا ايه رسمت حاجة بالباور تريم وقطعت بالباور تريم. كنترول زد ارجعها تاني واختار تريم، واختار اللي هي تريم اواي انسايد. تريم اواي انسايد يعني انا بحدد حدود القطع بتاعتي، وبعد كده هيقطع لي كل حاجة جوه، وبالتالي هي ما بنستخدمهاش كتير علشان هي زي الباور تريم. طيب نفس الكلام تريم اواي اوتسايد. تمام، تريم اواي اوتسايد بحدد حدود القطع بتاعتي هنا وهنا، هيقطع لي اي حاجه بره حدود القطع دي، يبقى كده قطع لي الجزء اللي بره وساب لي اللي جوه بس. طيب التريم كورنر، كورنر هنا بيحول لي او الكلوزت بيحول لي الماوس لمقص اقدر اقطع بيه اللي انا عايزه. المختلفه الوحيده اللي هي تريم كورنر. تريم كورنر يعني مثلا لو معايا هنا كده ومعايا لاين تاني هنا كده، واجي اقول له تريم كورنر، اجي اقطع من ده لده، يعني انا هيعمل ايه؟ هيوصل لي اللاين ده باللاين ده ويقطع لي الجزء الشمال. طب لو جيت كده هيقطع لي الجزء اليمين، يبقى على حسب الوقفه اللي انا واقفها يقدر يقطع لي الجزء اللي انا مش عايزه. تمام، يبقى كده عملت شمال قطع لي اليمين وهكذا. تمام، ودي كده الحاجه الوحيده اللي هي المختلفه، لكن الباقيين دول كده كده بنستخدمهم بالباور تريم على طول. وده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده أي سؤال أي استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك Learn Sudoers Arabic، وأرقام التليفونات والإيميل موجودين أسفل الشاشة. نشوفكم الدرس الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.